اخوان السوق خميس سين حطيت بتاريخ 29/12/2022. شوفوا اسمنا التخرفات تبارك الله ميسر نبداو بهاد البركات. السلام عليكم. لاباس؟ هاني اخو هنا. الله يحفظك. كي دايره الامور؟ الحمد لله. كي دايره تيم حضيت؟ الحمد لله. الله يسخر. واش بقاو هادو؟ هادو تبعو. تبعو شحال باش؟ 14. 700 درهم تبارك الله. 14. الله يجيب التيسير. وهادو شحال؟ 14 قل 100 درهم. 700 قل 10 درهم. 690 درهم. الله يسهل الامور. الله يجيب التيسير. الله يسخر. تبارك الله ما شاء الله. شوفوا الاخوان معنا اتمنى الخروفه بالنسبه للناس يتفرجوا فينا ما ينساوش خليهم يسمعوا. اللهم يسر. نشوفوا مع باح المورا هذه تبعت الصباح كنت كنسمع تيقول عطاو 720 درهم اللي عطاو الصباح يمكن ان شاء الله. محمول لاباس؟ لاباس الله يسهل الامور. كي داير الامور؟ هانية. الله يسخر. كلشي مزيان. كي داير الخروفات؟ واحد وعشرين و 500 ألف و 500 درهم. ألف و 500 درهم. مع السيدة يسالي معاه يعطينا الأسماء باش تبع هاد البركة هادي. وفاش قاس هادي. باش يخدم الراي كيما دار تريجي. اهلا بخير. لاباس؟ مرحبا. شحال لاباس حموم شاس هذه؟ شحال؟ 14 و 5. هذه هذوك راه تباعوا 15 و 700. 15 و 700. هذوك 12 و 12 و 12 و 14 و 725. تبارك الله ما شاء الله. هذيك اللي مليانه الاخوانيه اللي مليحه 15 و 700 و 85 درهم. تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله عليك. شحال ثلاثه خالي؟ خويا 14 700 درهم. غير ديال التيم حضيت؟ غير ديال هنا التيم حضيت؟ ديال 14 700 درهم. تبارك الله. شفت هادي هنايا خوفا مليحة تبارك الله. ابيع الله يربح بيع. الله يسهل الامور. شحال عطاكم؟ خويا عاطين في هادو 14 ونص وعاطين في هادوك 15 ونص. هذيك اللي مليحة 15 ونص 775 وهادي 14 ونص. هادي 725. بلدية تبارك الله. بلدية العزيز. الله يسهل ان شاء الله. شحال كتير البيع؟ قلت له 15 جملة. جملة 750 جيب الله التيسير. على مولاي مشي. الله يسهل الأمور. الله يحفظك أخويا. الله يسهل الأمور. الله يجيب التيسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. إخوانا الله يسهل. خرفة قليلة شوية الإخوان. قليلة شوية. إن شاء الله. تبارك الله الخروف سهل. الله يسخر الرئيس. تبارك الله عليك. الله يسخر. الله يسهل الامور. 24 ونص 1225. هاد الخروفات شحال اخرين؟ 12000. 12000 600 درهم. تبارك الله. وهادوك؟ 13000. هادوك الخمسة 13650. وهاديك؟ هذيك والله ما كاينش مولاها. ما كاينش مولاها. يجيبو. وهاد الخرفان هادو هاد ربعة؟ 24 ونص. جملة نيت بحال هادو؟ هادو 24 هادو ونص. هادو 1200 هادو 1225. كي داير السوق؟ اخويا السوق ما فيهش. الحمد لله الثمن كاين. الله يدير الخير. كلشي مزيان. كلشي بخير. الله يخطيك. الله يرحم الوالدين. يا ربي امين. الله يجيب التيسير. الله يسخر. تبارك الله ما شاء الله. خير موجود الحمد لله. تبارك الله. خرفة مليحة. اللهم يسر. 15 و 300. 765 درهم. السلام عليكم. الله يسخر. الله يسهل الامور. هذه عالفه شويه.
تتوما الاخوان ولكن توما صعيبه شويه. الناس المتتبع راه يشوفوا واحد الفيديو مور العيد مباشره السوق الاول ولا الجوج مور العيد اللي داز. تبارك الله اللهم صل وسلم وبارك. كان واحد الاخ دخل شي خرفان دخلهم السوق كانوا تبيعوا مور العيد تبيعوا 34700 اللي كانوا عطاوهم وباعوا. فسولته قلت له علاش ما جبتيهمش للعيد زعما. قال لك ودي واكلين التومة كانوا تيراو في التومة ما تكون فيهم الريحة. نشوفوا هاد البركة هادي الله يسخر. فاش بقات هادي خالي؟ اخويا بقات في 13 650. شحال قلتي لها البيع؟ كنقول 15 يجيب الله 750 واش تقرا. الله يسهل الامور الله يجيب التيسير. تبارك الله ما شاء الله. المهم الاخوان وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى يعجبكم نتمنى تستافدوا. بالنسبة للثمن الاخوان كاين الثمن لا في الخروف لا في الخروفة الثمن صراحة كاين الله يدير الخير. النعجة مازال شوية. كاين بعض المتتبعين تيسولوا السوق اللي زعما فيها شوية ديال المروة يعني شت السوق ديال اليوم غير النعجة اللي فيها شوية ديال المروة وما الخروف والخروفة راه تقريبا أثمنة مقادة واليوم قاعد تيم حطيت زايد شوية زايد على أزر الله يدير الخير. هي هادي الإخوان السلعة البلدية اللي قلنا لكم تبارك الله هي كانت واصلة 27,500 و375 هادي 7,175 باش تبعت. السلام عليكم بخير. 1175 باش تبعت ذهبية 20. فاش بقات هادي اخي؟ فاش 7:30 الله يسخر. 7:30 ومازال الشهر مازال ما شي 1375 فاش بقات الله يدير الخير. هادي راه تبعت سوق 3 زروبي تاري